ادي 200 جنيه اهي قبل الفقره بتاعت برافو عليك. تعالى يا كمال. هنعمل بقى دلوقتي مسابقه كابتن عمرو، اتفضل تعالى مسابقه اسئله. ماشي برافو عليك. هنسال سؤال واحد ولا سؤالين؟ سؤال واحد، واللي هيجاوب عليه بسرعه هو اللي هيكسب. جاهزين؟ هنسال سؤال، اللي هيقول فيكوا انا يبقى هو اللي داس على الباز. كريستيانو رونالدو جاب كام هدف في حياته؟ هو اللي رفع هنا ايده يا ابني بيساله. طيب 1-0، ما هو 3 اسئله. 1-0. السؤال الثاني، عايزينه رياضه ولا حاجه ثانيه؟ انتوا في ثالثه اعدادي؟ في ثالثه اعدادي. مين اللي اخترع اللمبه؟ انا يا كابتن اقول لك. لا ما تقولش. ها رفعت ايدك. ها انا يا كابتن. هو لو عارفها كابتن مدحت ده، لو عارفها، لو عارفها اديسون. صح، برافو عليك، برافو عليك. ده من الفرقه انهوم، مش فرقه انهوم دي. بقينا 1-1. السؤال اللي بعده، جنسيه اللي اخترع البيانو جنسيته، هل هو اسباني ولا ايطالي ولا فرنساوي؟ فرنساوي. ثانيه واحده، الفرنساوي ده مش مظبوط، ارجع لورا شويه. هيتفضل ايه؟ هيتفضل ايطالي. ايطالي وايه؟ وفرنساوي وايه؟ واسباني. ها نعم، بيانولي. ايطالي، برافو عليك. بقينا 2-1. اخر سؤال، لو كسبته، لو انتوا جاوبتوا هيبقى 2-2، سؤال فاصل. لو انتوا قلتوا مبروك عليك. ماشي. السؤال، متى انشئ الاتحاد الدولي لكرة القدم؟ اتفضل. بلمت، رفعت ايدك وسكت. ها حد لا مش مظبوط. يبقى هنا عندكم اختيارين. واحد عارف اهو، واحد عارف. انت بتغشش. واحد عارف هنا اهو. لا لا يا كوتش، ما هو هنا خلاص هسال. هنا هدي اختيارين. ماشي، لو جاوبتوا صح هتتعادلوا، لو جاوبتوا غلط هنقول لهم مبروك. ماشي. هل 1904 ولا 1908؟ اتفضل. لا هم اللي هيقولوا. واحد يقول 1904. برافو عليك. يبقى سؤال فاصل. بتحبوا الاغاني؟ لا لا تعالى انت. انت بتسمعوا مين؟ شش ام كلثوم. لا كذاب، انت قديم قوي. حافظ ايه؟ انا حافظ الحاجات لام كلثوم في الف ليله وليله. الف ليله. طب قول. ها ليل وسماء ترى لم وقمر وسهر وانت وانا. يا حبيبي انا. يا حياتي انا. انت بتضحك. سقفوا له يا جماعه. هاي هاي. طيب السؤال الاخير، اللي هيجاوب الاول مبروك عليه. ماشي. كم فيلم مثلها عبد الحليم حافظ؟ انت يا ابني رافع ايدك على طول. ادي اختيارات، 3 اختيارات. انت الكهرباء ماسكاك بترفع. 6 16 26. اتفضل. 16. برافو عليك. هو قال قبلي، قال قبلي. مين اللي جاوب انت؟ استاذنكم اديها له هو. اخد قبل كده؟ ما خدش. اخد. اسم الفريق كله. طب هتودوها فين؟ طيب هكتب فريق. فاز فريق كابتن ايه بقى؟ ايوه فاز فريق كابتن سيد كابتن مدحت. معاه ادي مدحت شالك اهو. يلا اتفضل. انا عشان خاطر الكابتن ابو الدهب هديهم 200 جنيه وامضي لهم عليها. طلعوا 100؟ لا 200، انا قلت 200. تصوروا معيش لميات. هديكم 100، انتوا حظكم كده بقى. يلا فاز فريق كابتن محمود ابو الدهب مدحت شلبي. مبروك. يلا يلا بينا. طيب احنا عندنا دلوقتي ماتش مهم جدا. طبعا استاذنت الكابتن ابو الدهب ان انا اتكلم كلمتين بعد اذنك. طبعا يعني لا ده انت الكوتش الكبير. كابتن سيد معوض فرقته تقيله وكسبوا الماتش الاولاني وعملوا جيم حلو قوي. هم على فكره كسبانين برضه الماتش الاولاني. وانتوا كسبتوا الماتش الاولاني بالظبط كده. هم عندهم 2-3 حريفه منهم محمد القصير، ده حكايه. احنا مش هنلعب مان تو مان. لا طبعا. مش هنلعب، لكن هنلعب نص ملعبنا في البدايه. يعني مش هنقابل من قدام، هنقابل من ايه؟
من وسط الملعب، من وسط الملعب. مجرد ما يمسكوا الكوره يوصلوا وسط الملعب هنبتدي ايه نضغط. هنلعب 4-2-3-1 ولا 4-3-3؟ 4-3-3. يبقى الثلاثه اللي قدام هم اللي هيقفلوا عند خط الوسط، اوكي، بحيث يدوش فرصه ان حد من ورا يكمل ويخش وسط ملعبنا، تمام. بعد كده الثلاثه اللي في الوسط هيقابلوا، اول ما نستخلص الكوره الاثنين اللي على الاطراف يندفعوا جامد ويتحرك راس الحربه ما بين الباك والسنتر هاف، تتحط له في سكته وتتحط على الطرف يمين او شمال. انتوا وجدعنتوا، توكلنا على الله ان شاء الله. نعمل زي مرجان احمد مرجان، اسمع يا ابني. يلا بالتوفيق. توفيق يا رجل.